مانيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أفرحي وزغرتي يا مزغنا ولادك مازالهم عايشين، هذه هي القصبة ديالنا وحنا هما الجزائريين، وحني حني حنانا وشنانا فلي ما حنوش، نعرفوا روحنا وأصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش، شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش، القصبة المحروسة مزغنا ولد الترجال ما ماتوش. حاج حمد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خاوتنا وخواتاتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج حمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغرباء نحييكم كاع ونرحبوا بكم في هذا البث المباشر. نروحوا لا 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 اجتماع تاع مجموعة السبعة، كان حاجة برك انا اللي النظارات تاع رئيسة الوزراء الإيطالية، شفت كيف تعاملت مع ماكرون، با 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 شفت الخزرة تاع حلتبون على الشيطان الرئيس تاعنا مولا وليدات. ايوا ايوا كاين قضية واحدة أخرى راح نهضروا عليها خاوتنا، هو الفوز تاع اليمين المتطرف في فرنسا في اوروبا. على كل حال راح نهضروا على هذا الموضوع كذلك خاوتنا، لانه كاين امور راح نوروها وراح نهضروا عليها وراح نقدروش في البث المباشر على كل حال هذا، وكاين مواضيع بزاف راهي جايه، كاين مواضيع بزاف على كل حال. المشاركه تاع الدعوه تاع تبون على كل حال، كاين دعوه فنوجهوها للولي العهد بن سلمان ولي العهد السعودي على كل حال، ولي العهد السعودي اعتذر على المشاركه في اجتماع مجموعه السبعه على كل حال، ليه كان مشغول بتنظيم قضيه الحج. كاين واحد ما شفناهش ما عرضوش، اللي عيد بالاثنين ودار صلاة العيد العشرة ونص، ما عرضوكش في مجموعة السبعة وين؟ ما شفناكش. كنت في الشومبران ما حضرتش الاجتماع، قعدت في لوتيل في لابيسين ولا وين؟ ما عرضوكش. أو مشي تقول الاتحاد الأوروبي والأمريكان وكذا وكذا، ما عرضوكش يا محمد السادس، ما همش داينا فيك. ما مش دينا فيه كاع كيشو كاع ما كاش فاتوا عليك ريح، علاه الفاكتور اللي بحثوا جاب الانفيتاسيون لتبون كان قادر يفوت عليه هو على هو يعطيكم انفيتاسيون عندكم للمروك قريبه نورمال، بصح هما ما بعثوش الفاكتور عندنا دار، الفاكتور حط الدعوه في قصر الرئاسه في الجزائر ودار راه على هو. لو كان بحثوا لك دعوه لو كان فاتح، وهذه فان ذوق يحصلوها فينا، يقول لك الجزائر بسببها ما عرضوش الملك تاعنا، هذه ذوق يحصلوها فينا فان. لا 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 تبوا نشارك في المجموعة اجتماع السبعة، ذكاء اصطناعي مو صح، ما هو صح ذكاء اصطناعي، المقصد كاين ذكاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي، كي مجموعة السبعة يعرضوا الجزائر، ما كاش منها ذكاء اصطناعي يا خو، ذكاء اصطناعي. يا ابو حمد ما عرضوش، الله ما عرضو يا خوفنا، لا اله الا الله محمد رسول الله. والله اعلق وصفق رائع وجميل الحاج احمد.